الانوار، مساء الامارات ورمضان اكيد، ومساء الامارات ويانا غير، ودائما عبر شاشه الظفره مرحبا بكم. طبعا منورين مشاهدينا، مساء الخير. مشوارنا يتجدد الليله مع مفاجات وجوائز قيمه، ما نتركها مفاجاه لكم تتعرفون عليها من خلال حلقتنا. طبعا كل هذا بالاضافه الى فرصه الربح بجوائز المسلسلات الدراميه المعروضه على قناه الظفره. لكن في البدايه نذكركم بامكانيه مد يد الخير والعون والمساعده في شهر الخير من خلال صندوق الفرج، وذلك طبعا من خلال رسائل نصيه عبر الهاتف وارقام ومعلومات اخرى يبينها الفيديو التالي امامكم. معكم لنجمع شملهم. ساهم مع صندوق الفرج لتخفيف معاناة المعسرين من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وأسرهم. لاستفساراتكم يرجى الاتصال على هاتف رقم 02512-1125 أو عبر الموقع www.farajfund.ae. وكما في كل حلقة مشاهدينا، البداية بتكون مع سؤال الأمثال الشعبية الإماراتية، واللي بيحكيها لنا طبعا الكاريكاتير. نشوف الكاريكاتير أمامنا على الشاشة أول شيء. إذن الكاريكاتير أمامنا على الشاشة مثل ما تشوفونه، ولا تشيلونا يا مخرجنا، خلى شوية نتعرف عليه مع المشاهدين ونتكلم عنه. الكاريكاتير الريال يطير ولا الرسائل يطير ولا القطرة تطير؟ هو في باب، وإذا بطلت الباب في هو يعني هو يتسهل. وما ادري، يمكن في احد المشاهدين امس قال ان انت وامثلتكم الاماراتيه الشعبيه تكون شوي صعبة. لا، المثل مو بصعب، وجوجل بيساعدكم بعد. نحن بنساعدكم ان شاء الله، وجوجل ايضا بيساعدكم. نعم، لكن قبل ما نبدا طبعا اكيد بس اذكر ان المشاهدين الاجابه على هذا السؤال بيكون عبر الاتصالات مباشره على قناه الظفره لمده ساعه على الهواء معكم. بدايه وقفه مع نشره الاخبار والزميل ايمن مصبح. مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان الفضيل، وإفطارا هنيئا وصوما مقبولا بإذن الله. ونرحب بمتابعتكم لنا في هذه الإطلالة المتجددة دائما من على شاشة قناة الظفرة، وإليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن تعيين حسين إبراهيم الحمادي وزيرا للتربية والتعليم خلفا لحميد القطامي وسلطان بن سعيد البادي وزيرا للعدل خلفا للدكتور هادف بن جوعان الظاهري. وفي مستجدات الأخبار، حيث بارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هذا التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، كما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وقد تمنى صاحب السمو رئيس الدولة التوفيق والنجاح للوزراء الجدد، كما أعرب عن شكره وتقديره للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم أثناء فترة توليهم مسؤولياتهم الوزارية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم أبناء القبائل الذين قدموا التهاني لسموه بمناسبة شهر رمضان الفضيل. فقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التهاني من أبناء القبائل الذين دعوا الله العلي القدير أن يمد في عمر سموه وأن يتم عليه وقيادتنا الحكيمة نعمة الصحة والسعادة، وعلى شعبنا ودولتنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار والاستقرار. هذا وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والحضور الحديثة حول عدد من الشؤون التراثية والاجتماعية، خاصة سباقات الهجن العربية التي يرعاها سموه وهو القيادة المعطاءة في دولتنا، وأهمية الحفاظ على رياضة الأجداد والآباء لتظل مكونا أساسيا في المشهد الثقافي الإماراتي ورمزا لهويتنا الوطنية والعربية الأصيلة. وألقيت في المناسبة عدد من القصائد النبطية التي تمجد الشهر الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والتسامح، وتشيد بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والوطنية وكذلك الإنسانية، والتي توجت في هذا الشهر العظيم بسقيا الإمارات.
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بقصر البديع العامر مساء اليوم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي قدم لسموهما التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك. كما استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي وزير الأشغال العامة، ومعالي جمعة الماجد وسيد علي الهاشمي وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا السلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك. هذا وتبادل سموه مع أصحاب الشيوخ وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة السفراء التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم. كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بمناسبة الشهر الفضيل من عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين والمواطنين في الدولة. في إمارة عجمان استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الليلة بقصر الزاهر عدد من المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين. كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى الدولة، وسعادة اللواء حميد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة. كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني أيضا من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. هذا وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بشهر رمضان المبارك. كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من سعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية، وسعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين، والشيخ محمد بن عبد الله بن علي القتبي سفير سلطنة عمان، وسعادة صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة الشهر الفضيل، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والخير. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر خزام جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وأبناء القبائل ورؤساء جمعيات الفنون الشعبية بالإمارة ووفد هيئة رأس الخيمة للاستثمار ووفد هيئة إذاعة رأس الخيمة برئاسة محمد غانب مصطفى مدير هيئة الإذاعة، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل من كبار المسؤولين والمواطنين بقصر المزيرعة في ليوا بالمنطقة الغربية. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان المنطقة الغربية وضباط الشرطة الذين صافحوا سموه مباركين له شهر الرحمة والمغفرة ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والمنفعة والعزة.
هذا وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات، وهي تنعم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان. هذا واستقبل سموه بعد ذلك الشاعر سيف سالم المنصوري الفائز ببيرق الشعر ولقب شاعر المليون للموسم السادس من مسابقة الشعر 2013-2014، وهنأ سموه الشاعر سيف سالم المنصوري وأثنى على جهوده وأدائه وعطائه الشعري المتفرد. كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة أوائل طلاب وطالبات مختلف المراحل التعليمية في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة والفائزين بجائزة المحيان للتفوق العلمي بمناسبة نهاية العام الدراسي 2013-2014. هذا وثمن الشيخ محمد بن سعود القاسمي خلال الحفل التكريمي الذي نظمه مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى الليلة الماضية بالمركز الثقافي بمدينة الذيد تلك الجهود المخلصة التي قام بها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى لإثراء التحصيل العلمي وتنمية الأنشطة وتوطيد العلاقات المتينة بين المدرسة وكذلك الأسر. تطلق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بعد غد الأحد فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني والذي يصادف 19 من شهر رمضان المبارك، وستعقد المؤسسة مؤتمرا صحفيا تتحدث فيه عن فعاليات هذا اليوم والذي ستشارك فيه العديد من المؤسسات العامة والخاصة والجهات المجتمعية في الدولة. وأكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في كلمة له بهذه المناسبة إن ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب الله ثراه وما يقدمه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لمصلحة العمل الإنساني في العالم كله يجعل اسم الإمارات محفورا في قلوب وعقول الشعوب التي استفادت وما زالت من المشروعات الإنسانية الإماراتية، وذلك في ظل فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني تحت شعار حب ووفاء لزايد العطاء. وزعت هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات العربية المتحدة آلاف الطرود الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة في عدد من المخيمات والقرى في الأراضي الفلسطينية لتوفير احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل. وقال سعادة حميد راشد الشامسي نائب الأمين العام للمساعدات الدولية بالإنابة إن الهيئة عملت على إيصال تلك المساعدات للمستهدفين من برامجها في فلسطين قبل حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم من العناصر الغذائية الأساسية والتي يحتاجونها خلال الشهر المبارك. بدأت جمعية دبي الخيرية توزيع المير الرمضاني على 15,000 أسرة داخل الدولة بتكلفة تصل إلى 2 مليون درهم، ويأتي توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمحتاجة ضمن حملة الجمعية الرمضانية التي أطلقتها تحت شعار رمضان الخير. وأوضح أحمد محمد أمين أمين سر جمعية دبي الخيرية أن الجمعية أطلقت حملتها خلال فترة شهر رمضان وقبل الشهر الفضيل، وذلك للتواصل مع أهل الخير والمحسنين والمتبرعين لتقديم زكاتهم وصدقاتهم للجمعية من أجل مساعدة ودعم الأسر الفقيرة والمحتاجة ودعم مشاريع الجمعية الإنسانية المتنوعة داخل الدولة وخارجها. تنظم مديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي بالتنسيق مع جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية تنظم برنامجا مكثفا يشمل جميع شرائح المجتمع في شهر رمضان الكريم، والذي يركز على التوعية بالسلامة المرورية وخفض الحوادث المرورية وما ينجم عنها أو ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة. أما في الشأن الرياضي لهذا اليوم، حيث تنطلق غدا فعاليات شارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن في 30 ميدانا بالدولة ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد لعام 2014-2015، وتشارك فيها فئتا الفطامين والحقايق.
من جانبهم عبر ملاك الهجن في الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي عن شكرهم للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم سموه المتواصل لرياضة سباق الهجن وإقامة الفعاليات والأنشطة والتي تسهم في تعزيز هذه الرياضة. كما أوضح ملاك الهجن أن مرحلة التأهيل مهمة جدا في الوقوف على جاهزية الهجن واختيار أفضل الحلال للمشاركة في الموسم المقبل، خصوصا أن فئتي الفطامين والحقائق تمثلان بداية الإنتاج ويزيد بهما العدد. في خبرنا الأخير لهذا اليوم، حيث أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وبالتعاون مع فريق دولي من العلماء وذلك في كل من كلية هانتر كوليج في جامعة سيتي يونيفرسيتي بنيويورك ومتحف التاريخ الطبيعي في برلين وجامعة ييل عن اكتشاف أحفور مهم يعود لإحدى قردة العالم القديم التي عاشت قبل حوالي 6.5 إلى 8 ملايين عام في جزيرة الشويهات بالمنطقة الغربية من العاصمة أبوظبي. هذا وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف المهم في العدد الحالي من مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences الأمريكية، وهو يوفر معلومات مهمة حول وقت وكيفية هجرة القردة في العالم القديم من إفريقيا إلى مناطق أوراسيا. ومن عالم الاكتشاف هذا نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار. تقبلوا تحياتي وجميع العاملين في قناة الظفرة، لكم مني أجمل التحيات، في أمان الله. شكرا لزميل أيمن مصبع على نشرة الأخبار، وننتقل معكم الآن إلى أخبار الصحافة لليوم ويوم الغد بإذن الله، وأولها من جريدة البيان لهذا اليوم، حيث ذكرت ما أشاد به خطباء المساجد خلال خطبة الجمعة بمبادرة سقيا الإمارات، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص في البلدان التي تعاني من نقص المياه، موضحين أن الصدقة جانبا مهما من حياة المسلم وأن أفضل الصدقة سقيا الماء. كما ورد طبعا عن رسولنا الكريم، وأشارت الخطبة إلى أهمية المياه باعتبارها أصل من أصول الحياة التي لا غنى عنها، وأن توفير المياه النظيفة وتخفيف معاناة هذا العدد الكبير من البشر يعد عملا جليلا. وتناولت هذه الخطبة أهمية المشاركة في المبادرات والأعمال الإنسانية التي تهدف إلى مساعدة الآخرين على تخطي الصعاب والمحن التي فرضتها عليهم ظروف الحياة العسرة، لما لذلك من أهمية قصوى في نشر أواصر السلام والمحبة بين البشر. وعددت الخطبة أيضا فضائل العمل الخيري التي من شأنها أن ترسخ أسس التقارب بين الحضارات والشعوب وتنزع فتيل الأزمات، لا سيما في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية الملتهبة التي تضرب أجزاء واسعة من العالم في الوقت الراهن. طبعا وفي خبرنا الثاني من الصحافة من جريدة الإمارات اليوم، وفي حالة الطقس، حيث عمت أرجاء مناطق مختلفة من إمارة الشارقة اليوم أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصاحبة لبرد على بعض مناطق الشارقة، وأدت هذه الأمطار إلى تلف بعض اللافتات الإرشادية في مناطق المليحة والذيد والغاية بالمنطقة الوسطى التابعة للشارقة. كما وهطلت أمطار غزيرة ومتوسطة صاحبها برق ورعد وسقوط برد على المناطق الشرقية للدولة عصر أمس، وتركزت الأمطار بصورة خاصة على منطقة أصبيغة التابعة لإمارات عجمان ومزيرعة وبعض المناطق المجاورة. وبدأ هطول الأمطار على صبيغة ومزيرعة ومصفوت ومحضة التابعة لسلطنة عمان من 3:30 عصر أمس، واستمرت ساعة كاملة. وتعد هذه الأمطار امتداد لتأثير أمطار الروايح في مثل هذا الوقت من الصيف، كما وأدى تساقط الأمطار لجريان بعض الأودية والشعاب وتجمع برك مائية في أماكن كثيرة. ومن جريدة الرؤية اليوم أيضا وتحت عنوان الإمارات 13 عالميا في الإصابة بالسكري، حيث ذكرت الصحيفة اليوم أن دولة الإمارات حلت في المرتبة 13 في نسبة الإصابة بالسكري عالميا، وذلك بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية مع نهاية العام 2009 والمرتبة 11 في العام 2011، وذلك وفقا للفيدرالية العالمية للسكري. وناقشت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي العلاقة بين الصيام والسكري وكيفية تعايش المرضى مع السكري في شهر رمضان
المبارك. ونصح الأطباء المشاركون في العيادة مرض السكري بالتقليل من الأطعمة المالحة والمنبهات كالقهوة والشاي، وذلك خلال فترة الإفطار لتجنب ظهور الجفاف في ساعات النهار، بالإضافة للتقليل من السكريات والعصائر المحلى، أو على الأقل التخفيف من تركيزها، مع ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء في فترة الإفطار. كما أشاروا إلى أهمية أن يكون وقت تناول وجبة السحور قريبا إلى الفجر لتجنب هبوط السكر في الدم، كما ونصحوا أيضا مرضى السكري بعدم ممارسة الرياضة في فترة الصيام وتأجيلها إلى ما بعد الإفطار بساعتين على الأقل، وذلك لتجنب هبوط السكر في الدم خصوصا لمرضى الذين يعتمدون على الأنسولين لضبط مستوى السكر في الدم. كانت هذه نهاية أخبار الصحافة معكم اليوم مشاهدينا. ننتقل الآن إلى ايش رايك اول اتصال ناخذ عشان ما نطول على المشاهدين؟ في ناخذ اتصال مباشره جاهز. نقول اتصال. الو مرحبا. مرحبا، مساء الخير، منو معاي؟ رشا معك. رشا شو الاسم الكامل لو سمحتي؟ رشا عباس المردود. من وين تكلمينا رشا؟ من دبي حبيبتي. زين رشا، شفتي الكاريكاتير معانا وايد سهل اليوم، ما عندكم يعني اليوم حجه انه صعب او شيء؟ صح تفضلي. ايش رايك؟ لا سهل والله. شو يقول المثل الإماراتي الشعبي يا رشا؟ شو تقولين؟ هو وريح وباب وواحد بيطير. أيوة، الباب اللي يجي منك الريح سده واستريح. إن شاء الله يكون رشا جوابك صح. إن شاء الله يكون جوابك صح رشا. في مفاجأة سنعلن عنها بعد شوي اليوم طبعا بشكل خاص لأول مرة، فتابعينا عشان تعرفين شو هي. أوكي، راحت رشا. إذا راحت رشا طبعا صح. يقولون عندنا الخطوط يقولون انها مشتعله كلها بالاحمر، وكمان ما بنطل عليكم، خلينا ناخذ اتصال ثاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك يا رب. كل عام وانتم بخير وانت بالصحه والسلامه ان شاء الله. من ويانا وين تكلمينا؟ معاكم نظميه. انا شاركت معاكم اول في المثل، كنت اول واحده وما ساعدتوني وما ربحت. زين، شو رايك في المثل اللي جاي الحين؟ اليوم مسهلين عشان المثل اليوم وايد سهل، وانا على فكره اتابعكم من اول يوم واشارك في تويتر، بس لين الحين ولا مره ربحت، اتمنى اربح معكم. ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. طبعا الربح والخساره هذا نصيب، نحن كله بين الكنترول، ما في حد يختار الاسماء، الا هو تدخلون كلكم في سحب، واللي الله يوفقه طبعا وله نصيب في الجائزه يفوز بها طبعا يا اخت نظمية. ان شاء الله. انزين شو الاجابه؟ الباب اللي تيك منه الريح سده واستريح، هذا المثل بالضبط يعني في اللهجة الإماراتية. انزين، إذا الإجابة مثل ما قلتي إن شاء الله بتكون صحيحة وتدخلين السحب معانا إن شاء الله وتفوزي، ليش لا؟ لحظة، نظمية أنت نعم قلتي إنك نشيطة معانا على تويتر صح؟ هي على فكرة أنت منورة الشاشة. حبيبتي عيونك. أنت جميلة جدا ما شاء الله. الله يخليك، شكرا. هي. نظمية اليوم في مفاجأة جدا جميلة على تويتر لسؤال الدراما على تويتر، بتتغير الجائزة إلى شيء جدا رائع، فتابعينا وجاوبينا إن شاء الله يكون من نصيبك. إن شاء الله حبيبتي. شكرا لك. تسلمون. حبيبتي مشكورة. باي باي. في معنا اتصالات أخرى؟ اتصال آخر مخرج؟ نقول ألو. ألو. مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. يعافيك ربي، منو معاي؟ وياكم ليلى من ابو ظبي. اتمنى يعني دائما اشارك وياكم. شاركت مره. الكل زعلان. الاسم بس نيلة. زعلانه بس متفائله دائما. ان شاء الله ان شاء الله دوم يا رب. انزين، عندك جواب للكاريكاتير؟ هي اليوم المثل؟ اليوم على فكره اليوم سهل عشان عيونكم، سهلنا المثل اليوم اللي الباب اللي من الريح سده واستريح. ان شاء الله يكون جوابك صح، وان شاء الله اكون بعد من الرابحين. ان شاء الله. ان شاء الله يا ليلى. شكرا لمشاركتك ليلى. الو، نقول مره ثانيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. من معانا؟ شوق. شوق شو شوق؟ اعطينا اسمك الثلاثي. شوق سالم النعيمي. شوق سالم النعيمي، من وين تكلمينا؟ من وين شوق؟ من ابو ظبي. ابو ظبي، ونعم في اهل ابو ظبي. شو كيف اليوم كان افطاركم؟ والله الحمد لله. شو اكلتي شوق؟ ليش زعلانه اول شيء؟ لا والله مو بزعلانه، هذه لو قالت برياني لازم باكر بطلع من الاستديو الحين. شكل شو شكل برياني؟ ها؟ برياني لحم. ها؟ يلا برياني. عيل هديه ان شاء الله باكر من خديجه للكرو كامل، ان شاء الله برياني نجيب لهم بعد الافطار. ما في برياني سمك. زين، شفت الكاريكاتير؟ هي شفته. زين، شو جوابك؟ الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. ان شاء الله نسد كل الابواب اللي تجي منها الريح العاصفه يا رب.
اذا ان شاء الله لنهايه الحلقه ان شاء الله وتمي معانا، وايضا شاركي معانا في السوشيال ميديا على سؤال الحلقه اللي بنقدمه اليوم. الجائزه بكره بتكون جدا رائعه، وليست 1000 درهم بل هي افضل من 1000 درهم بكثير ان شاء الله. حاولي تشاركينا على تويتر وعلى الفيسبوك ايضا لتدخلين الربح ان شاء الله والمسابقه ويانا باجر. اتصال اخير قبل طبعا نقلتنا التاليه ونقول الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، منو معاي؟ نداء. نداء شو؟ نداء يوسف زايد. من وين تكلمينا نداء؟ من العين. لازم تفوزين ان شاء الله. اسمك حبيته في اسم بابا زايد المغفور الله يرحمه. جاهزه معنا الكاريكاتير نداء؟ أنا جاهزه. يلا شو القول؟ شو المثل؟ الباب اللي يجيك منه ريح تبدأ وتستريح. ان شاء الله يكون جوابك صح يا نداء، خليك معنا لنهايه الحلقه للاعلان عن المثل وعن الفائز. شكرا لك. عبد الله ايش عندنا الحين؟ الى عشاق طبعا السوشيال ميديا ومتابعي قناه الظفره على مواقعنا طبعا نخبرهم عن المسابقه اللي هي مفاجاه من العيار الثقيل. نحن قاعدين نتكلم عن اليوم الحين بنعلن عنها. نعم. انتم على موعد الان مع مفاجاه من العيار الثقيل، مفاجاه ذهبيه مقدمه من محلات سالم الشعيبي للمجوهرات. وطبعا الموضوع بما انه فيه سيده يعني ذهب وفضه بترك الاعلان عنه لاختي خديجه تخبركم عنه. طبعا مشاهدينا مفاجاه بالفعل هي اليوم بتكون الجائزه بدل من 1000 درهم اماراتي لما يخص سؤال الدراما اللي هو على هاشتاج مسا اندرسكور الامارات، بيكون خاتم قيمته بين 4000 الى 5000 درهم اماراتي مقدم كما ذكر زميل عبد الله من محلات سالم الشعيبي للمجوهرات. وهاي الجائزه طبعا بتكون يوم بعد يوم، يعني يوم بيكون مبلغ نقدي ويوم بيكون هذا الخاتم ذهب او الماس اكيد لسعيدي الحظ. ولكن بدايه بنتعرف على الفائز لسؤال حلقه الامس، والسؤال كان هل ستوافق انظاري على طلب زوجها بزيارة طبيب نفسي، والإجابة ايش رايك عبد الله؟ الإجابة بنشوفها على التلفزيون معانا على الشاشة، يخبرونا الإنتاج. الإجابة هي لا. أنا لا الإجابة نحن الإجابة، أنت قلت الإجابة. الإجابة هي لا. كانت لا. هي لا، إن لن توافق إن ياخذها على الطبيب نفسي. طيب معناته على نشوف اسم الرابح إذا. طلع اسم الرابح، نقول مبروك لمنو؟ إذا الرابح هو هادف حوفان المنصوري من أبوظبي، ألف ألف مبروك وعقبال كل من يتابعنا إن شاء الله يفوزون ويانا. بالمبارك طبعا هادف. إذا مرة ثانية نعيد اسمه. نعم هادف. هادف حوفان المنصوري من أبوظبي، ألف مبروك في مسابقة السوشيال ميديا. طبعا سؤالنا اليوم والذي سيخول المشاركين الإجابة عليه عبر مواقع الظفرة مثل ما ذكرنا، هاشتاغ مسا أندرسكور الإمارات على تويتر، آت الظفرة تي في على الإنستغرام، والظفرة تي في على الفيسبوك، هو من مسلسل ريحانة. قبل ما نعرض السؤال خلنا نعرض مقاطع من أحداث هذا المسلسل ولنا عودة. تشاهدون في الحلقة القادمة. طال عمرك احنا عندنا مشكلة، البنية هذه معنفة، الأبو رايح راطق فيها. البلوى هذه انا ما اعرف شلون اطلع منها، تدري انا ما اعرف احكي السوالف هذه. سميه تكفين تعالي. تعالي بشوف زهور. بعدك على بالي يا قمر الحلوين. ريحانه ما يصير كذي، احنا لازم نتكلم ونتناقش قبل لا تاخذين اي قرار، الكل قاعد يدق على الدار ويسال عن هذا اللي اسمه بوليت وبنته اللي قاعده عندنا. طبعا السؤال بالنسبة لما قدمناها الآن، هل ستتمكن الشرطة من القبض على معاذ؟ نعم أو لا. بإمكانكم البدء بالإجابة على السؤال منذ هذه اللحظة عبر تويتر وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي. طبعا أذكر بأن الجائزة قيمة وفرصة الربح كبيرة، ومع محلات سالم الشعيبي للمجوهرات صعب تطلع خسران. نعم. إذا بما أن الجائزة قيمة 4 إلى 5000 درهم إماراتي خاتم ذهب أو ألماس، أعيد السؤال مرة أخرى للي ما سمعه وأقول، هل ستتمكن الشرطة من القبض على معاذ؟ نعم أم لا على هاشتاغ مسا أندرسكور الإمارات طبعا من مسلسل ريحانة، كان سؤالنا لليوم. نأخذ الآن في عندنا اتصالات للكاريكاتير ولا؟ إذا معانا من فلسطين اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. كيف الحال؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. انت كيف حالكم؟ بلاش صوتك تسوي رياضه ولا؟ الله يحفظك. تعرف عليك؟ انا اسمي نوره. نوره شو نوره؟ تعطينا اسم الثلاثي لو سمحتي. الاسم الكامل نوره. نعم الاسم الكامل حبيبتي. بس نوره احمد عواد. ونعم. نوره احمد عواد ونعم فيك. من وين تكلمينا يا نوره؟ من فلسطين، من رام الله. من رام الله. كيف رمضان عندكم؟ كيف معاكم؟ مرتين من قبل.
اذا شفطرتي اليوم بما انك خبرتينا قبل، شفطرتي اليوم؟ منسف. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله. انا لست دوم يوم اسال حد يطلع يا برياني يا منسف. انت شكلك تحبين العيش. ما احبهم. لا لا، شكلك تحبين العيش. زين نورا، شو شفتي الكاريكاتير؟ لازم اجيب لك منسف حبيبتي. واصل. شفتي الكاريكاتير يا نورا؟ شفته. شو الاجابه؟ الباب اللي تجيك من الريح سده واستريح. نورا، انت يومي يكون في باب في منه ريح تسدينه ولا تدخلين بالعرض بالطول؟ لا اكيد اسكت. الرياح عندهم الله يعينهم على الرياح اللي عندهم الله يهدهم ان شاء الله يا رب. شكرا لك نورا، ان شاء الله يكون جوابك صح. فاذا مشاهدينا اتصالات وايده، وطبعا في كثافه وغزاره في الاتصالات، بنحاول على قد ما نقدر ان ناخذ اكبر عدد وقدر من الاتصالات، ولكن الان نترك الكاميرا للزميل انس وبس غشمره في التقرير التالي ولنا عوده. في ناس بيتأثروا بالمواقف وبيبكوا في أصغر المواقف، وفي ناس إلا المواقف القوية هي اللي بتبكيهم، لكن كمان في ناس بيبكوا بدون سبب. لكن الحاجة اللي لازم يحصل فيها ده كله، بيقدر يبكوا في أي مكان. خلونا نشوف شو أخباركم وأموركم. بتقدر تصيح وانت جوا الموية؟ لا. لماذا؟ لأنه ماي في عيوني، كيف أصيح؟ يا عندنا لكم سؤال حلو ولذيذ وخفيف. لاني اوريدي انا لما اسبح ما احب افتح عيني في الموضوع. تعال كلكم شاردين عني. مشكلتي في الاسئله ما عندي معلومات كافيه. خلاص حاعطيك اسهل سؤال عندي. اذا رمت تفتح حنجك في الموضوع، اذا رمت تتكلم قبل وبجملك تتمر يعني معناته تروم الصيح. هل بتقدر تصيح تحت البحر؟ هذا اسهل سؤال. اقول لك كيف؟ بس جيب مويه. والعيون بعد بتطلع مي، يعني المي ويا المي يمشي صح؟ ايه. ما تعرفوا كيف؟ بعدني ما سالت ترى. ايه طبعا اسئلتنا فيها جوائز حلوه، هي تذكره سفر. يا سلام، ويلا وين تايلاند؟ وين اختاروا يعني؟ يعني صراحه ده من المشاركين معانا اللي اثرونا فعلا باللقطه دي وتاثرنا شديد نحن صراحه بال ها؟ شكرا. عفوا. يا سلام عليك يا اخي، مبروك يا اخي، مبروك يا اخي، مبروك يا اخي، فزت بالجائزة. الله يخليك، بس بشرني وين اي على اي دولة بطير ان شاء الله. دبي شارقة دبي، الف مبروك. يا سلام، الله يبارك حياتك. جوابك صحيح، فزت معنا بتذكرة السفر. شارقة دبي شارقة، مواصلات شارقة، مبروك مبروك. خديجة اليوم برازيلي انس ما شاء الله عليه. ولا كولومبي اللون؟ أنس. بين برازيل وبين الكولومبيا، شكله بين الاثنين. الحين اعتقد حتى على طار المباراه المانيا فرنسا تلعب، ما ادري كم النتيجه، لو حد يخبرنا ان شاء الله. اذا خبرونا بنخبر البرنامج بنخبر المشاهدين ان شاء الله. طيب السؤال اللي سألها، تقدرين تتكلمين تحت الماء؟ انا بصراحه جربت قبل بس ما في وضوح للصوت، يطلع فقاعات بس ينسمع. ترى على فكره ينسمع بلوم 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 بلوم. بس ينسمع الصوت على فكره. والله؟ نعم. بوضوح تفهم شو ممكن يقول لك؟ لو قريب منك الشخص ترى في موجات تنقل الصوت. سبحان الله. اوكي سبحان الله. طبعا مشاهدينا اذكر بسؤال الدراما لليوم المستمر الى الغد، هل ستتمكن الشرطه من القبض على معاذ من مسلسل ريحانه؟ الجائزه مغريه وقيمه، خاتم الماس او ذهب بقيمه 4 الى 5000 درهم اماراتي مقدم من محلات سالم الشعيبي للمجوهرات. وكمان اذكر ايضا بموضوع صندوق الفرج اليوم ما ذكرنا فيه الا في البدايه فقط، نذكركم مشاهدينا بمسابقه او عفوا تبرعاتكم عن طريق صندوق الفرج، والارقام اللي تظهر امامكم على الشاشه، ايضا موجود امامكم الحساب البنكي والايميل لاي استفسارات ورقم هاتف ايضا للاستعلامات. اكيد طبعا بنرجع نحن نتكلم اكثر عن كاريكاتير مشاهدينا، وبنستقبل اتصالات بعد ان شاء الله اكثر، ولكن يفصلنا فاصل قصير معاكم، لا تروحوا بعيد لنا عوده. إذا عدنا إليكم مشاهدينا من جديد، ويتجدد معكم لقاء دائما، ونحن جاهزين إن نحن ناخذ معكم ونذكركم أيضا مرة ثانية بصندوق الفرج. هذا دوري أنا أكيد. بأرقام صندوق الفرج. خديجة أذكركم بسؤال بكرة واللي هو عليه الخاتم الذهب والألماس. أكيد، هل ستتمكن الشرطة من القبض على معاذ مشاهدينا من مسلسل ريحانة؟ ومثل ما ذكر الزميل عبد الله، الجائزة قيمة تستاهل طبعا
انكم تشاركون على السوشيال ميديا طبعا الاجابه على هذا السؤال عبد الله وليس عبر الهاتف. انا الحين عندي على الايربيس وايد قاعده اسمع ما شاء الله اتصالات فشارك. ناخذ اتصال اجابات كاريكاتير اكيد. يلا ما في اتصال زين بنأجل عقب شوي بس اذكر ان الجائزه مقدمه من محلات سالم الشعيبي للمجوهرات خاتم الماس او ذهب بقيمه 4-5. اقدر اشارك؟ اشاركي نعم. الحين كيف؟ اي واستلم الجائزه مره واحده. انزين معنا اتصال كنترول. الو الو مساء الخير. انزين الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. وياك رحمة. رحمة الاسم الكامل؟ رحمة محمد علي. رحمة محمد علي. رحمة محمد علي ونعم فيك يا رحمة. من وين تكلمينا رحمة؟ من دبي. من دبي دار الحي. شو كان فطورك اليوم رحمة؟ برياني وهريس وسمبوسة. في شيء غلط ما بسأل مرة ثانية. زين رحمة جاهزة للكاريكاتير؟ جاهزة. يلا شو يقول المثل الإماراتي الشعبي يا رحمة؟ من ريح تدوي ان شاء الله يكون جوابك صح يا رحمه. زين رحمه ايش رايك تجاوبينا بعد على سؤال الدراما على تويتر ما تبين خاتم الماس او ذهب؟ اكيد 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 بس على تويتر بتجاوبين. زين يعني سكري الحين وروحي على تويتر. فطوركم عندي. شو حبيبتي؟ عشان يكون فطوركم عندي ان شاء الله. خلاص حبيبتي اذا ما ربحتي ما شي فطور واذا ربحتي شي فطور كذي يا اكيد. يلا على حالتين برياني بيجيبوا لك. لا اوكي شكرا رحمه. إذا في اتصال معانا ثاني. ألو ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بديت تخربط الأصوات نفسها كل مع بعض نفس الشيء صح. سبحان الله. رمضان علينا وعليك إن شاء الله كريم يا رب. من معانا؟ لين عمار. لين عمار شو؟ لين عمار عبد العال. والكتكوت اللي قاعد يتكلم شو اسمه؟ ابني الصغير. والنعم فيه الله يحفظه يا رب. شو اسمه يمكن هو اللي يربح؟ ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لين شفتي الكاريكاتير على الشاشه؟ ايه الباب بيجيك منه ريح سد استريح. هذا اعتقد مثل عربي صح وليس فقط اماراتي شعبي. مثل لانه معروف اول ما شفت المسهلين هالمره هذه مش زي امبارح كانت امبارح كثير صعبه. يلا بين الصعب والسهل ان شاء الله يا رب تربحون ويانا اليوم الجمعه وجمعه مبارك علينا وعليكم ان شاء الله الجميع. شكرا لك وتابعينا لين اخر النهايه. زين نحن ما نبي نطول الحين خلينا ندخل على الربح الفوري شو رايك؟ اكيد. ونحن طبعا نذكر ان قطعنا الشوط الاول بما اننا في اجواء مباريات فخلني بعد استخدم هاي المفردات. قطعنا الشوط الاول من المسابقات وتوقف دولاب الحظ عند نقطه الربح الاسرع اللي هي ثلاثه اسئله سريعه ناخذ عليها ثلاث اتصالات ولكل اجابه صحيحه خصصنا لكم مشاهدينا جائزه بقيمه 500 درهم اماراتي من بينها قسيمه مشتريات طبعا مقدمه من اماندين للشوكولا والزهور بقيمه 500 درهم اماراتي. ونطل باول سؤال. عبد الله تاخذ اول سؤال. السؤال الاول معانا يقول اين اكتشفت اقدم الاثار البشريه في الامارات؟ بس قبل لا نقول السؤال وين منو منو اللي على التليفون؟ الو حق السؤال يمكن السؤال حق الجميع. ما انا بشوكليت. زين شو تبين؟ ربحتي معانا خديجه برياني ان شاء الله باكر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يحفظك. منو معانا؟ أميمة. أميمة شو أميمة؟ أميمة عبد الحليم. نسيت اسمك يا أميمة. بعد اسم عطينا الاسم الثلاثي. أول مرة شارك معكم. من وين أميمة تكلمينا؟ من السارقة. والنعم فيك. والنعم فيك. أميمة شفتي السؤال ولا؟ نعم. سمعتي يعني ما شفتي لانه بعدنا ما حطينا على الشاشه. لا انا فكرت الكره. البرياني مأثر على خديجه اليوم وشكله مأثر عليك يا أميمة. زين نشوف السؤال ويا بعض على الشاشه. نشوف. اين اكتشفت اقدم الاثار البشريه في الامارات؟ هل هي في جزيره ياس الاجابه الاولى ولا الاجابه الثانيه جزيره سير بونعير ولا الاجابه الثالثه جزيره دلما؟ ايش رايك أميمة؟ والله ما اعرف محتاره. انت عندكم تسوون قهوه؟ ايوه نعم. القهوه في شو تحطينها؟ ما يخص عبد الله. في شو تحطين القهوه؟ في الدله. هي في الدله. زين يلا دوري الاجابه الحين. جزيره الدلمه. اذا في جزيره الدلمه نشوف الاجابه اذا صح ولا خطا. اخضر ولا احمر؟ اخضر ولا احمر؟
الإجابة صحيحة يا أميمة، ألف ألف مبروك. بس أميمة ما عليك أمر، بس تعطينا مرة ثانية اسمك الثلاثي إذا أمكن. أميمة عبد الحليم العجمي. إذا أميمة عبد الحليم العجمي ألف ألف مبروك، ربحتي معنا جائزة بقيمة 500 درهم وهي مقدمة من أماندين للزهور والهدايا والشوكولا طبعا. شكرا على الجوائز الطيبة هاي من الشوكولا. السؤال الثاني، اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة، منو معاي؟ معك إيمان. إيمان محمد سالم. من أبو ظبي. إيمان محمد سالم. من وين؟ من أبو ظبي. كلمتينا أمس إيمان صح؟ صح. وأنت بعد يعني مشاركة دوم على تويتر صح؟ بصراحة لا لسه يعني، بس إن شاء الله بعد البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله إنزين. لا لازم على تويتر اليوم خديجة أعلنت عن خاتم بقيمة 4,000 إلى 5,000 درهم. ها اكيد يعني جائزه مغريه كثير لاي حدا. يا تويتر ولا فيسبوك الاثنين. اذا ما تبينها خذيها واعطيني اياها عادي، بس شاركي معنا. عيوني بتشدك حبيبتي. إذن جاهزه للسؤال ايمان؟ اها يلا نشوف. بس تساعدوني بشرط. صار ان شاء الله ان شاء الله نشوفها طبعا مع بعض على الشاشه ويا المشاهدين. يا ايمان وسؤالك يقول: من الحدود البحرية لدولة الإمارات هل خليج عمان أو خليج عدن أو خليج العقبة؟ يا إيمان خليج عمان. ما يبالك مساعدة. زين ثبتي؟ ثبت. جواب نهائي؟ أجل أجل. يا إلهي كنترول مثبت. هذا الناس ما قال اللمبي أمس يقولون بخن بخن. شو بخن بخن؟ اللمبي أمس. مبروك إيمان، فزتي معنا بطبعا مبلغ نقدي مقدم من قناة الظفرة بقيمة 500 درهم بالمبارك إيمان. تستلمينا طبعا في خليج عمان. إن شاء الله. الله حظك يا إيمان، ألف ألف مبروك. نروح للسؤال الثالث نشوفه أول ولا ناخذ تليفون أول، شو رأيك؟ أنت ليش مستعجل؟ أنا مش مستعجل والله، حابة أهدي الناس بسرعة. إي زين نقول ألو، قول ألو أول. ألو السلام عليكم. ألو. ألو مرحب. ألو مرحبا. مرحبتين. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. معك شيرين. شيرين شو؟ شيرين جمال تلفاح. شيرين جمال تلفاح. ايوه. من وين؟ من ابو ظبي. والنعم فيك يا شيرين. شيرين نشوف السؤال الثالث معانا على الشاشه ان شاء الله. اين يقع الجبل الذي تغطيه الثلوج شتاء في الامارات؟ في الفجيره، في العين او في راس الخيمه؟ ايش رايك شيرين؟ وانت يا شيرين والله ما شاء الله وانت لها الكلم على راسي. شو رايك؟ عرف الخيمه. زين عايل نشوف نثبت. متاكده؟ متاكد. زين العين جبل حفيت وراس الخيمه فيها حدود بينه وبين عمان وجبال عاليه برضه، ممكن الاجابه تكون صحيحه. اذا اخضر ولا احمر؟ راس الخيمه ان شاء الله. اخضر والف الف مبروك. شيرين قبل لا تسكرين تحبين تشاركين معنا في الكاريكاتير؟ نعم بحب، حابه اشارك. يلا قولي حبيبتي شو المثل الشعبي الاماراتي؟ الباب اللي يجيك منه ريح سده استريح. ان شاء الله يكون جوابك صح، فزتي معنا ب 500 درهم ولكن الكاريكاتير ترينا لنهايه الحلقه. شكرا شيرين. اذا مشاهدينا اتصالات ومسابقات وربح وجوائز، ولكن نقلتنا الان الى المنوعات. في اتصال معنا بعد انا اسمع رنه. في اتصال؟ خذي اتصال. ما علينا. حق الكاريكاتير؟ ما في اتصال. في اتصال؟ بنأجل عقب شوي بس خلنا الحين. طبعا من الممتع كما يقال ان يسبق موعد الافطار جوله سريعه في سوق الدويات للتوابل. هناك تمتزج الاصناف الشهيه برائحتها والاصناف الانيقه بالوانها، فيما تطالعك اخرى بخلطاتها الطبيه لتقدم لك انجح الحلول للامراض والمشاكل الصحيه على انواعها. فالى سوق الدويات وهذا التقرير التالي، متابعه طيبه. ما إن تطأه قدماك حتى تشم منه رائحة الهيل والزعفران والمسك والبخور التي تفوح في أرجاء المكان، فتبعث فضولاً ورغبة لمعرفة معروضاته. إنه سوق التوابل الذي يعد أقدم الأسواق في دبي، ويقع على الضفة الشمالية لخور دبي. بني منذ 160 عاماً وكان يطلق عليه البعض اسم سوق الدويات، نسبة للأعشاب الطبيعية التي كانت تستخدم دواء للمرضى
وتباع إلى جانب التوابل. ومع حلول شهر رمضان المبارك تتزايد أعداد الزائرين والمشترين، فالكل يأتي لشراء التوابل التي تعد من أساسيات إعداد الطعام بسبب نكهاتها المختلفة. وفي شهر رمضان تمتد الموائد العامرة بالخيرات وتزخر بما لذ وطاب، مما يزيد حاجة ربات البيوت بل ويضاعفها في شراء التوابل والأعشاب الطبيعية، فتنتعش أسواق العطارين وتنشط معها حركة البيع والشراء. يعد سوق التوابل في دبي وجهة ثقافية ومعلما سياحيا بارزا في المدينة، ففيه تختزل الطبيعة خيراتها في أكوام التوابل والأعشاب المكدسة على عتبات الدكاكين وفي زواياها المتفرقة. حلوه التوابل، عجبتني التوابل والله. ترى من الاماكن ترى تعرفين لما اروح القريه العالميه نحب نتمشى عند التوابل، ما نعرف شو هذا وشو بس هذا. بس يقال بما ان نحن في شهر الفضيل شهر رمضان يقال ان ما نتسحر باكل في وايد توابل لان يعطش. صحيح، يعني يكون شيء خفيف. والله وقفنا نحن من فتره ما اخذنا النصائح الصحيه، عايل بنرجع مره ثانيه ان شاء الله. عندك عندنا وقت؟ لا ناخذها بعدين ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا معنا اتصال اخر اليوم، طبعا الفرص كثيره والاتصالات غزيره، فنقول الو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، منو معاي؟ معك حنان إبراهيم. من وين تكلمينا حنان؟ من العين، دار الزين. شو فطرتي اليوم يا حنان؟ لا تقولي برياني أو منسف ولا بتخسرين. لا هو دجاج ورز. دجاج ورز يعني برياني. كله برياني. إلا شوي. إنزين. يعني شكل البرياني. إنزين الله يحفظك. إنزين جاهز الكاريكاتير المثل الشعبي؟ أوكي. شو يقول المثل؟ المثل الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. ان شاء الله يكون جوابك صح. ايش رايك بعد تشاركين معنا مسابقه الدراما على تويتر؟ ان شاء الله. مسابقه يعني شارك. الجائزه بالاحرى قيمه ان شاء الله. نربح معكم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. معنا اتصال اخر، نقول الو. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ تمام. معك محمد من مصر. من عفوا معلش مره ثانيه الاسم؟ محمد سيد من مصر. محمد سيد من مصر. ايوه محمد، شفت المثل؟ شفت المثل الاول كالكثير. باب المصري كيف يطلع بالمصري؟ بالمصري الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. امال ايه؟ ان شاء الله يا محمد تكون رابح ويانا. وايضا شاركوا من مصر على تويتر وعلى الفيسبوك، معانا سؤال وجائزته اربع يعني قيمتها 4000 ل5000 درهم. محمد اكيد عنده حد يتابعنا مع اخته او زوجته او صح؟ وبالنسبه لتويتر الهاشتاج على مثال الامارات ولا على قناه الظفره؟ انت ادخل قناه الظفره يقدر يعني تشوف على الشاشه امامك موجود، وتقدر مباشرة ان انت تدخل على موقع قناة الظفرة الظفرة.tv، بتحصل الفيسبوك وبتحصل تويتر وانستغرام واليوتيوب، كل شيء موجود هناك. ان شاء الله مشكورين جدا وجزاكم الله كل خير. شكرا يا محمد، الله يحفظك يا رب ان شاء الله. فاذا مشاهدينا مرة اخرى اذكركم سؤال الحلقة، واللي هو طبعا سؤال دراما من المسلسلات التي تعرض على قناة الظفرة. ريحانة، هل ستتمكن الشرطة من القبض على معاذ؟ نعم ام لا؟ كفيلة بأن طبعا تفوزكم بخاتم ألماس أو ذهب مقدم من سالم أو محلات سالم الشعيبي للمجوهرات، طبعا إن كان لك تهديه لها وإن كان لها فبمبارك طبعا إن شاء الله يا رب. معنا اتصال أو شيء؟ وشو نسمع الجماعة من المونتاج. إذا أتت ساعة الصفر والحين جاء دور الإعلان عن الفائز بمسابقة الكاريكاتير واللي بتخبرنا عنه خديجة.
القرعة طبعا الإلكترونية حاليا في هاي الثواني مشاهدينا قاعدة تصير فوق في غرفة الكنترول لين ما يعطونا الجواب. وطبعا قبل أن نعلن عن اسم الفائز شو رايكم نشوف المثل الشعبي الإماراتي الصحيح لحلقة اليوم مع المشاهدين؟ فإذا شو هو؟ الباب اللي يجيك منه الريح سدة واستريح ولا بطير وبتصير شو اسمه؟ في أي شيء بطيح أي شيء. هذا مثل آخر عبد الله. هاي تكمل نسويها على الوزن. فإذا هذا هو مثل كان اليوم سهلناه لكم مشاهدينا. أسمعهم يقولون 10 ثواني بعدهم. الفائز نعلن يلا الاسم صار عندي فعليا. تفضلي. ونقول ألف مبروك. نشوف على الشاشة مع بعض أيضا. رشا عباس المردود من دبي ألف مبروك. أعتقد كانت أول أو ثاني متصل معنا اليوم. أعتقد نعم. فإذا مبروك رشا عباس المردود فزتي معنا بألف درهم إماراتي مقدم من قناة الظفرة مبروك. فإذا نذكر بسؤال الحلقة مشاهدينا هل ستتمكن الشرطة من القبض على معاذ نعم أم لا عبر السوشيال ميديا نستقبل طبعا أجوبتكم. طبعا الآن احنا معانا وهي أحد مفاجآتنا لليوم يعني الفنانة ريم أرحمة من مسلسل جرح السنين. جرح السنين. ألو السلام عليكم. ألو يا مرحبا فيكم. الله يحفظك يا رب كيف الحال؟ هلا الله يسلمك شلونكم بارك عليكم الشهر. رمضان علينا كريم. وعليكم إن شاء الله يا رب. علينا وعليكم إن شاء الله. تخبرينا عن رمضان والمسلسل. أنتوا خبروني أنتوا اللي قاعد تتابعون. والله أنا الحمد لله الأجواء زينة عندي الحمد لله. المسلسل سوي صدى جميل. نعم. بس أتمنى إني أكون عن حسن ظنكم إن شاء الله. هذه أول تجربة لي عن أتكلم عن الأسر اللي فقدوا أبنائهم لا عارفين إنهم أسرى موجودين غير موجودين. يعني تكلم عن فئة معينة انظلمت ما انذكرت في بعض المسلسلات اللي ذكرت الغزل. نعم. زين شو أكثر المشاهد اللي شدت انتباهك يعني وأديتيها كذا بقوة وكنت فعلا متشوقة أنك تقدمينها؟ أكثر المشاهد اللي كانت تشدني هي المشاهد لما ألتقي فيه وهو مش موجود أصلا. نعم. يعني كانت تتأثر فيني لأن فعلا يعني حتى الأم وصديقة دائما يشوفونه هو أساسا مش موجود. يعني كنت دائما خاصة وقت إن هي بتتزوج تاخذ قرار يعني إن هي تنسى زوجها وحبيبها اللي عاشت 16 سنة تنتظره. نعم. فتخاف وقت الزواج إنه يدخل عليها بأي لحظة. وأصعب مشهد كان يوم تزوج ابن خالتها. في ما بيأحرق عليكم بس ما تقدر تسوي أي شيء. نعم. زين فنانة ريم خوفا انه هو يرجع او يرد لانه ما عندهم خبر ما عندهم اي دليل انه عايش او ميت. يعني في عنصر التشويق اللي هو اي عمل درامي يحتاج له ليشد وجذب المشاهد. طبعا. زين فنانة ريم كان لك مشاركات في اعمال دراميه اخرى لرمضان غير جرح السنين؟ اي نعم اشتغل مسكن كيوفي الحين قاعد اصوره قاعد اكلمكم اللوكيشن مسكن كيوفي. اي من كذي نحن جالسين نحاول. نعم من فتره نحن نحاول ناخذ التليفون. تعبتينا لين ما لقط الخط معاك. اي صراحه باللوكيشن وما عندي القط الخط. يلا ما عليه يلا ما عليه. حسين يتعنى شوي انه يحصل التليفون لكن في الاخر جاب لنا اياه ما شاء الله عليه. ما تقصروا ما تقصروا تشرفت فيكم. الله يحفظك شرف. الشرف لنا. كل الاحترام ان شاء الله. شكرا لك. نحن نتمنى طبعا تكونين في حلقات مقبله ان كان بعد رمضان او العيد ضيفه حاضره طبعا في استديوهات قناه الظفره. اتشرف اتشرف. شرف لنا حبيبتي. شكرا لك. شكورين وما قصرت. لك كل التوفيق. شكرا. فاذا ختامها مسك كما يقال طبعا مع الفنانه ريم ارحمه كطبعا مشاركه في عمل جرح السنين اللي هو من مشاركات انتاج قناه الظفره والذي يعرض على قناه الظفره. نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذه الامسيه. شكرا لكم مشاهدينا دمتم في امان الرحمن. نعم مشاهدينا نحن بانتظاركم باكر ان شاء الله والفائز بالجائزه الكبيره اللي هي بكره ان شاء الله بتظهر. حاولوا تشاركون من اليوم وكل ما زادت مشاركتكم ان شاء الله تحصلون بفرص اكبر للربح. الى ان نراكم غدا ان شاء الله في امان الله.